أؤكد في البداية على تمسك الجزائر بحق البلدان المنتجة للمواد الأولية في الاستفادة من سعر عادل لهذه الثروة لفائدة تنميتها. وقد كان هذا الحق خلال سنوات عديدة في قلب معارك شاركت فيها الجزائر بصفة نشيطة لدى الأمم المتحدة وعلى مستوى الأوبك وحتى على أرضها من خلال معركة تأمين المحروقات في سنة 1971. صحيح أن المحيط الدولي قد تطور منذ ذلك العهد، غير أن التحديات تبقى نفسها بالنسبة للبلدان المنتجة للمواد الأولية.